صباح الخير لجميع متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، في عموم المرتفعات تحديدا الجنوبية الغربية، تشمل فرصة زخات الأمطار الرعدية خلال فترة الظهيرة والعصر مدينة مكة المكرمة، في حين يسود طقس مستقر وحار في باقي المناطق. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار تكون هناك غيوم متفرقة مع 39 درجة مئوية الملموسة 35، الرطوبة حوالي 40%، والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون مقبول. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 34 إلى 23 نفس الحرارة والأجواء في عرعر، أما تبوك هناك غبار خفيف مع 35 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 40 إلى 27، جدة 33 إلى 29، مكة المكرمة زخات رعدية من الأمطار 39 إلى 26، والطائف زخات رعدية من الأمطار 31 إلى 20 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أحوال جوية غير مستقرة، الباحة 26 إلى 16، أبها نفس الحرارة تقريبا مع أجواء غير مستقرة أيضا وزخات رعدية من الأمطار، أما جازان أيضا فرصة لزخات رعدية من الأمطار مع 37 إلى 30 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي مع 38 إلى 26، حفر الباطن 41 إلى 25، والإحساء 42 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 39 إلى 27، بريدة 38 إلى 22، وحائل 33 إلى 18 درجة مئوية مع طقس صافي بشكل عام. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.